يعطيكم العافية. بدنا نحكي اليوم على chapter 9، الجزء اللي أنا ما شرحته بفيديوهات، اللي هو عنا بداية chapter 9 نحكي على تكلفة الأصول الثابتة، والجزء الثاني اللي هو الاحتلاك على الثلاث طرق اللي هي الستريت لاين، اليونتس اوف اكتيفيتي والدبل ديكلاينينج. هلا أول إشي إحنا يعني بنعرف إنه الأصول الثابتة اللي هي بنحكي عنها property, plant and equipment, property, plant and equipment، هي أصول طبيعتها بتختلف عن الأصول الثانية إنها أصول ملموسة، أوكي، إلها مكان، حجمها كبير، إلها عمر طويل يعني، وأهم إشي إنها بتساعدني إني أجيب إيراداتي، يعني بستخدمها للشغل، ما بشتريها بحطها هيك، لا، لازم لما أنا أشتري أصول ثابتة يكون الهدف من شرائها أني أنا بدي أشتغل فيها. طبعاً إلها أكثر من اسم، Property, Plant and Equipment، مرات بنحكي عنهم Plant Assets، Plant Assets، مرات بنحكي عنهم Fixed Assets، كلها مسميات نفس المعنى، مرات بنحكي عنهم Non-Current Assets، أصول غير متداولة. أوكي؟ هلأ شو هم الأصول الثابتة؟ عنا أربع شغلات تعتبر أصول ثابتة. أول إشي اللاند، الأراضي. عنا البنايات، البيلدينجز. وعنا الإكوبمنت اللي هي تعتبر كل المعدات والأجهزة، إكوبمنت، سوري، كل المعدات والأجهزة. إيش بتشمل الإكوبمنت؟ برضو وسائل النقل، يعني كارز، تركس، لما بنحكي عنهم الفيهيكلز، فيهيكلز اللي هي كل وسائل النقل، باسز ممكن إذا عندي باصات، بلينز إذا إحنا شركة طيران، الطيارات اللي عنا، الفيرنتشر، الأثاث، إيش كمان عنا، الماشينز، الأجهزة، الكمبيوترز، كله هاي تعتبر equipment. هدول نعرفهم. في عنا إشي جديد يعني بس نحكي عن يعني حكينا عنه بس بهاي المادة أو بهذا التشابتر، اللي هي land improvements، التحديثات اللي على الأرض، ما بعتبرها جزء من land، إشي منفصل. إيش يعني land improvements؟ تظبيط للأرض، يعني أنا اشتريت الأرض والأرض موجودة عندي، حطيت حواليها سور أو شيك مثلاً، عملنا لها بوابة، عملنا زفتة ورصيف، باركينج، إضاءة، هاي كلها اسمها land improvements، برضو تعتبر أصول ثابتة وبعاملها إنها حساب مختلف عن الland، أوكي؟ فالland improvements أمثلة السور، الفنس، الإضاءة، اللايتينج، كيف أنا عملت إضاءة للأرض، الرصيف ممكن، pavement، إيش كمان ممكن، الباركينج، كلها هاي تعتبر land improvements. طبعاً أكيد في أمثلة تانية بس إحنا المهم إنه نكون فاهمينها. فإذا هاي هي الأصول الثابتة اللي موجودة عندنا. طبعاً إحنا بنعرف شغلة بالأصول الثابتة، إنه هي الأصول الوحيدة اللي بصير لها احتلاك. إيش يعني احتلاك؟ يعني هاي الأصول مع العمر أنا بخسر من قيمتها نتيجة الشغل، طبعاً نتيجة إني أنا استخدمتها، نتيجة إنها إدمت عندي، بخسر من قيمتها، هاي القيمة بنعتبرها مصروف. فالديبريشيشن رح نحكي عنه، بس نحكي بالأول عن الكوست تبعهم. فإذا هاي الأصول في إلها ديبريشيشن اللي هو الاحتلاك. طبعاً مين إلو الديبريشيشن؟ البيلدينجز، الإكوبمنت واللاند إمبروفمنت. الأراضي ما إلها احتلاك، لأنه الأراضي إحنا بنعرف إنه هي دائماً قيمتها بتزيد، يعني هي الأصل الوحيد اللي كل ما مر عليها الوقت بالعكس هي عم تكسب قيمة أكتر، فما بزبط إني أنا أعملها احتلاك. إحنا بنعمل احتلاك لهدول اللي هم مع مرور الوقت بقدموا، احتلكوا خلص، يعني أنا استهلكتهم بالاستخدام، خسرت من قيمتهم. لما نشتري سيارة بنضل نخسر من قيمتها، لما أشتري بيت رح أضل أخسر من قيمته، ما بتزيد قيمتهم، فبنعملهم إشي اسمه احتلاك.
طيب هلا قبل ما نحسب الاحتلاك عشان اقدر احسب الاحتلاك لازم نقدر نحسب اللي هو الكوست اوف بلانت اسيتس تكلفتهم علي. يعني انا لما اشتري ارض كيف احسب قيمه هاي الارض او ايش القيمه اللي اسجلها بالدفاتر عندي. لما اشتري بيلدينج بنايه ايش القيمه اللي اسجلها عندي بالدفتر او شو اعتبر التكلفه تاعتها. طبعا هلا نعرف شغله الكوست اوف بلانت اسيتس اي اشي رح ادفعه لحد ما يصير الاصل جاهز للاستخدام يعتبر كوست. فاذا all expenses كل المصاريف necessary الضرورية all expenses necessary to make the asset ready to use كل المصاريف اللي بدفعها على الأصل لحد ما أصير قادرة إني أستخدمه تعتبر كوست. هلأ رح نشوف إيش أمثلة على التكاليف أو كيف نحسب التكاليف. خلينا نبلش بالأرض نيجي على اللاند نشوف كيف نحسب الكوست أوف لاند. طبعا أنا أول إشي بعمله لما أشتري أرض شو هو؟ بدي أدفع حقها. يعني بيكون واحد مثلا عارض الأرض عنده بقيمة 1,000,000 أول إشي رح أعمله رح أدفع له 1,000,000. فإذا أول تكلفة بتكلفها باللاند خلينا نحطها 1 اللي هي الـ purchase price سعر الشراء. هذا أول إشي بنتكلفه الـ purchase price. أوكي تمام. هلأ اشتريت الأرض والأرض يعني المفروض إنها صارت لإلي. هلأ حتى أثبت إنها لإلي بده يصير في تنازل، يعني لازم تتسجل الأرض باسمي. هلأ معاملات الأراضي أو التنازل بالأصول الثابتة بنعرف إنه إحنا دائما في عليها دفع. كيف برضو لما يصير تنازل على السيارات لما نشتري سيارة في مصاري بتندفع على التنازل. فالتنازل أو تسجيل الأرض باسمي أنا كشخص لما اشتريتها أي مصاري رح أدفعه على التسجيل يعتبر برضو من الكوست. إيش منسميهم؟ منسميهم closing costs تكاليف إغلاق. تكاليف إغلاق اللي هي اللي بصير فيها تنازل بالاسم إنه يتسجل لإلي، أي معاملات تانية، أي عمولات اضطريت أدفعها للأرض تعتبر من ضمنها. هلأ بالشركات بيكون في محامي هو اللي مسؤول عن هاي الأمور، يعني لازم يكون في شخص مندوب عن الشركة يروح هو يسجل الأرض باسم الشركة. من هذا الحكي مين بيكون؟ بيكون محامين. يعني كل الشركات في لهم دائرة قانونية المفروض أو محامين مكتب محاماة بتعاملوا معه. فنمبر 2 تكاليف الإغلاق closing costs إيش بتشمل؟ بتشمل التايتل اللي هو تسجيل باسمي وأي عمولات دفعتها للمحامي اللي هو عمل لي كل معاملات الأرض. هلأ المحامي إحنا بنعرف نحكي عنهم lawyer إلهم اسم تاني attorney. attorney يعني بالكتاب هون مستخدمين مصطلح attorney attorney's fees fees عمولات أو أتعاب أتعاب المحاماة أو المحامين. أوكي attorney's fees attorney نفس معنى lawyer نفس معنى محامي. فإذا هي كمان سجلنا الأرض باسمي والمفروض صارت لإلي. طيب بلكي في كان مكتب عقاري هو اللي ساعدني أشتري هاي الأرض. هلأ إحنا نعرف إيش شغلة المكاتب العقارية أو بنسمع عنهم السمسار أو الوسيط، إنه هو شخص بيساعد الناس إنها تلاقي طلبها. مثلا أنا بدي أرض بمواصفات معينة، حجم معين، مكان معين، بروح على مكتب عقاري أو على السمسار أو الوسيط بخبره بهذا الحكي. هلا هو بدور لي على هاي الأرض ضمن الرينج اللي أنا حطيته السعر، بس يلاقي لي إياها واشتريتها لازم أدفع له عمولة. فإذا كان في وسيط مساعدني إني أنا أشتري هاي الأرض العمولة تبعته برضو تعتبر من الكوست أوف لاند. إحنا إيش بنسميه؟ بروكر. بروكر اللي هو الوسيط. فنمبر ثري طبعاً دائماً نعرف شغلة إنه الأملاك كأراضي أو بنايات بنحكي عنهم real estate. real estate اللي هي العقار. ف real estate broker اللي هو وسيط عقاري أو المكتب العقاري. فهنا خلينا نحكي ال real estate brokers
كوميشن. كوميشن عمولة، نفس كيف لما نحكي فيز يعني بتشبهها، عمولة كوميشن عمولة، فعمولة الوسيط العقاري أو المكتب العقاري. أوكي، هاي إذا في كان وسيط ساعدني بشراء الأرض، هاي نمبر ثري. طيب خلصت كل إشي له علاقة بقيمة الأرض والأرض صارت عندي. هلأ بلكي الأرض بدها تنظيف، فيها كتير حجار مثلا، فيها شجر ما بدي إياه، فيها بقايا شغلات من صاحبها القديم ما بدي إياها، ممكن فيها مثلا مخازن بدي أهدهم ما بدي إياهم. هاي اللي هي أشياء التنظيف برضو تعتبر من ضمن الكوست، لأنه إحنا حكينا أي تكلفة بندفعها لحد ما تصير الأرض جاهزة إيش، أو الأصل يصير جاهز للاستخدام. فإذا الكلينينج أو الكليرينج أو مرات بنحكي عنها جريدينج، هاي كلها إلها علاقة بتنظيف الأرض، فإلها أكثر من مصطلح. نمبر فور كليرينج، ممكن نحكي جريدينج، كلها لو من طلعوا معناها تنظيف أو تصفية أو يعني تظبيط الأرض من الشوائب اللي بتكون موجودة فيها. برضو درينينج، يعني هاي مصطلحات ممكن إنه تمر علينا لما نحكي إنه عم نعمل تنظيف للأرض. فيلينج، ممكن مثلا إني الأرض تكون مش سهلة أنا أعملها سهلة. أوكي، يعني هاي مصطلحات ممكن تمر علينا، كليرينج جريدينج درينينج فيلينج، هاي تنظيف الأرض. هلأ إذا في مخازن قديمة أو مثلا إشي قديم بدي أهده، مبنى مهجور قديم أو كذا، برضو يعتبر من ضمن الكوست. فنمبر 5 removal of old warehouses. warehouses اللي هي المخازن، removal إزالة، إزالة المخازن القديمة، أو مرات بنحكي عنها demolition. demolition costs، تكاليف الهدم، demolition هدم. أوكي، فإذا demolition costs، removal costs، هاي كلها تعتبر من ضمن التكاليف. في ممكن يكون عنا على الأراضي، هاي بس بتكون اللي هي ضريبة على الأرض أو على العقار اللي بيكون موجود عندك. إذا كان في علي ضريبة لازم أدفعها تعتبر من ضمنهم. إيش منسميها؟ number 6 منسميها property taxes. property taxes بتكون ضريبة على الأرض، ولما اشتريتها صار علي أنا لازم أدفع هاي الضريبة. هاي عادة على الأراضي بتكون، يعني لما نشتري البنايات ما رح نجيب سيرتها إحنا، بس قصدنا اللي بتكون لها علاقة بالأراضي. أوكي تمام، فإذا الـ property taxes. هلأ هدول كلهم cost، فالمفروض لما أجي بدي أحسب الكوست كلهم أجمعهم مع بعض، هذا كله بدنا نجمعه مع بعض وأطلع الكوست. هلأ في شغلة وحيدة رح نطرحها، رح نطرح إشي وحيد number 7، رح نحكي عنهم salvage أو salvaged materials، المواد المتبقية. إيش يعني المواد المتبقية؟ ممكن صاحب الأرض اللي أعطاني إياها تارك فيها مواد بناء قدرت أستفيد منها، تارك فيها حديد قدرت أستخدم الحديد بالبناء تبعي، ممكن مثلا تارك فيها باص أو شاحنة أو أي equipment، أي معدات، وحكالي عادي استخدمهم، أو ممكن أجهزة أو معدات للبناء يعني. فالسالفجد ماتيريالز مواد منقذة، يعني منقذة أو أني قدرت أستفيد منها من الأرض. هلأ مدام استفدت منها المفروض أنها تخفض لتكاليفي، يعني إشي أنا استفدت منه وخفف علي مصاريف، فبجمع كل الكوست بس منطرح السالفجد ماتيريالز. تمام، خلينا نشوف مثال يعني من الكتاب رح أفرجيكم إياه. معطينا هنا مثال assume that Lou company، نفترض إنه شركة Lou acquires real estate، اشترت عقار at a cash cost of 2 million، تكلفة هذا العقار مليونين. The property اللي هي الملكية الأرض contains an old warehouse، تتضمن مخزن قديم. That is raised، raised برضو مصطلح تاني للهدم أو للريموفل.
raised. اوكي فحكينا removal, demolition, raised, كلها هدم. That is raised at a net cost of 60,000. هلأ كيف حاسب 60,000؟ حط اللي بين قوسين إنه 75,000 تكلفة الهدم ناقص 15,000 from salvaged materials, يعني هو طارحها جاهز. إذا ما كان السؤال طارحها أنتوا بتكون تطرحوها, يعني ما أخذ تكاليف الهدم طارح منها المواد اللي قدر يستفيد منها من المخزن, بتكون مواد بناء, بلاط, حديد, قدر يستفيد منها. ف 75,000 ناقص 15,000 60,000. هلا additional expenditures مصاريف إضافية are the attorney's fees, أتعاب المحامي 10,000, and the real estate broker's commission, عمولة السمسار 80,000. The cost of the land is, كيف نحسب الكوست اوف ذا لاند؟ اوكي هلا هم اوريدي طارحين السالفجد ماتيريالز, اذا مش مطروح احنا نطرحه. رح ناخد الكاش برايس 2,000,000, نجمع له 60,000 اللي هي تكاليف الهدم ناقص السالفج, نجمع اتعاب المحامي 10,000, ونجمع اخر وحده 80,000 اللي هي كانت البروكرز كوميشن. التوتال تبعهم 2,150,000. يعني هاي الأرض كلفتني مش 2,000,000 اللي هو سعرها, لا كلفتني 2,150,000. طبعا ممكن يكون كمان في تكاليف التنظيف, الكليرينج والجريدينج, ممكن يكون في تاكس, ضريبة, كله بنحطه هون. هلأ هذا الرقم هو اللي بسجل فيه الأرض, يعني القيد بيكون زي هيك, ديبت لاند لأن اشتريت أرض, كريدت كاش دفعت حقها كاش 2,150,000, بشمل كل التكاليف اللي خلت الأرض جاهزة لإيش؟ للاستخدام. أوكي. نيجي على land improvements, خلينا نشوف التحسينات على الأرض. يعني إحنا مش كتير منركز عليها التحسينات اللي على الأرض, بس خلينا نشوف كيف منحسبها. هلأ land improvement, إحنا حكينا شو هي land improvement, أي تحديثات على الأرض أو تظبيطات للأرض. حطينا للأرض رصيف land improvements, عملنا سوري رصيف, زفتة, باركينج, كلها هاي تعتبر تكاليف. هلأ ما في إشي نعمله غير نجمعهم. يعني إذا حكالي إيش كلفك land improvements, بدي أدور شو الشغلات اللي أنا ضفتها وأجمعها. فعنا زي ما حكينا يعني أمثلة عليهم driveways, أمثلة على land improvements. عندنا parking lots, المصفات, يعني عشان ما تكون مصطلحات جديدة علينا. fences اللي هو الأسوار, يعني underground sprinklers, هاي لها علاقة بالزفتة, underground sprinklers, كلها هاي الشغلات لها علاقة بالland improvements. لو كان معطيني لكل واحد قيمة وحكالي طلع لي land improvement بدي أجمعهم, بس رح نجمع كل. طبعا ممكن يحكي لي في إضاءات lightnings وهاي الشغلات طبعا أكيد بتكون من ضمنها. إلها depreciation طبعا, إلها عمر. أوكي. نيجي على البيلدينجز. هلأ البنايات بتشبه شوي الأراضي بس في اختلاف بسيط بينهم. هلأ البنايات أنا ممكن أشتري بناية جاهزة أو إيش أبنيها أنا كاملة من الصفر. فعنا يا إما purchased, يعني أنا أكون شاري البناية جاهزة زي ما هي وأعمل عليها شوية تعديلات, أو أنا أبنيها اللي هي constructed. فإذا يا purchased يا constructed, نشوف الفرق بالتكاليف بينهم. خلينا نيجي على البيرتشيست. البيرتشيست شوي بتشبه الأراضي. هلا أنا لما أشتري بناية إيش أول إشي رح نتكلفه؟ السعر. فإذا number one البيرتشيست برايس. أوكي. number two برضو إذا في closing costs, لما أشتريها جاهزة بده يصير في تنازل, بده تتسجل باسمي. فبرضو ال closing costs اللي هي حكينا بتشمل ال title, الاتورنيز فيز, اتعاب المحامي,
وهنا برضو في عنا تأمين الانشورنس. احنا عادة بنأمن الشركات بتأمن البنايات ضد الحرائق ضد الحوادث. فإذا عنا التايتل الاتورنيز فيز وإيش كمان حكينا الانشورنس التأمين هاي كلها ضمن الكلوزينج كوستس. نيجي برضو على البروكر كوميشن برضو البنايات أو الشقق بيكون في وسيط ممكن يساعدني. فإذا في بروكر بدنا نعطيه عمولته ريل استيت بروكرز كوميشن نفس الإشي. عشان هيك بقولكم تشبه الأراضي تقريبا نفس الشغلات بس هون ما في سالفج ماتيريالز يعني كله بدنا نجمعه ما في إشي نطرحه. إيش كمان ممكن يكون عنا إذا قررت إني أصلح إشي معين في البناية إعادة تصميم مثلا قررت أهدم إشي وأحط مكانه إشي تاني تصليح تبديل هاي كلها إلها علاقة برضو بالتكاليف. فإذا number 4 remodeling remodeling إعادة تصميم أو تظبيط لديزاين معين تغيير يعني replacing تبديل repairing تصليح. ممكن إيش نصلح نصلح مثلا البلاط ممكن أبدل سلاك الكهرباء التمديدات هاي كلها نعملها تظبيط. فإذا remodeling replacing repairing سواء كان الوايرز اللي هم الأسلاك أو الروف كلها هاي من ضمن الكوست. هاي تكلفة الـ purchase price بجمعهم كلهم بلس كله. وإيش القيد بيكون عندي debit building credit cash. أوكي نيجي على الـ constructed. الـ constructed اللي هي أنا بنيتها بتفرق شوي بتختلف. هلأ بالـ constructed ما في سعر شراء في السعر اللي رح أدفعه للشخص اللي بده يبني لي هاي البناية اللي هو المقاولين يعني المقاول اللي رح يستلم إنه يبني لي البناية ويصممها ويسوي لها برضو المهندسين العمارة اللي بدهم يعملوا لي تصميم هذا كله بدي أدفعه أنا. فإذا بدل السعر بنحكي الكونتراكت برايس. الكونتراكت برايس اللي هو إيش سعر العقد اللي بدي أدفعه للمقاول بلس الاركيتكتس فيز اللي هي اتعاب مهندسين العماره اللي بيعملوا ديزاين للمبنى كيف من جوا التقسيمات تبعته كيف شكل المبنى من برا. فاذا اول تكلفه عنا اياها الكونتراكت برايس سعر العقد. نمبر 2 الاركيتكتس فيز اتعاب مهندسين العماره. هلأ أكيد بدي أخذ موافقات إني أبني سواء من الأمانة أو من الحكومة. فنمبر 3 عنا building permits. permits موافقات. building permits موافقات بالبناء. أكيد لازم أخذ موافقات إني أنا أبني هاي البناية خاصة لما يكون شركات أو مصانع. إيش كمان في عنا تكاليف الحفر. تكاليف الحفر نمبر 4 بنحكي عنها excavation costs تكاليف الحفر الجرافات الشاحنات اللي بدها تنقل الطمم اي شيء له علاقه بالحفريات كل تكاليف الحفريات بنحكي عنها excavation costs. هدول كلهم بدنا نجمعهم تمام. طيب بضل عندنا اخر شيء بالكوست اللي هو الايكويبمنت المعدات والاجهزه. هاي بتختلف شوي الايكويبمنت مختلفين عن بعض. رح نشوف كيف نحسب التكاليف للإكوبمنت اللي هم المعدات والأجهزة وكيف نحسب التكاليف لوسائل النقل سيارات شاحنات باصات بفرق شوي عن بعض. طيب هلأ هون كونه إنه إحنا الإكوبمنت يعني بيختلف عن الأراضي أو بيختلف يعني مش عقار أوكي الإكوبمنت ماشينز. فشو بتضمن السعر؟ أول إشي الـ purchase cost سعر الشراء أكيد قديش سعر تكلفة الشراء لهذا الـ equipment. number 2 sales tax دائماً الـ equipment في ضريبة مبيعات لما أشتري جهاز في ضريبة مبيعات لما أشتري سيارة في ضريبة مبيعات. number 3 النقل freight costs تكاليف النقل.
لما نشتري ماشين بدها تيجي لعندي عن طريق نقل أكيد. مين بده يدفع النقل؟ إذا أنا دفعته بدي أحطه. Number 4 insurance during transit اللي هو التأمين خلال الشحن. عادة الإكوبمنت بأمنهم خلال الشحن أوكي؟ يعني احتياطا خاصة إذا جاي من بلد تاني بأمنهم على خلال الشحن بلاش يصير فيهم إشي بالطريق وأخسرهم، فبيكون في عندي تأمين. فننتبه إنه الإنشورنس during transit إله علاقة بالكوست تبع الإكوبمنت أوكي. إذا إجت لي مش مركبة المشين وبدي أركبها، التجميع القطع، يعني تجميع القطع بنحكي عنه assembling. assembling تجميع أوكي. أشغلها وأفحصها أتأكد إنها شغالة اللي هي installation and testing. نشغلها ونتأكد إنها شغالة، نعمل لها فحص. هذا كله من ضمن تكاليف إيش؟ تكاليف الإكوبمنت. هلأ لما تكون وسائل نقل زي الشاحنات والسيارات أو الباصات لازم الشركة تحط عليهم الشعار تبعها. فهذا الدهان اللي بيكلفني إني أنا أدهن السيارة، ما بدي أدفع عليه مصاري، أحط اللوجو وأعملها بلون معين، برضو من ضمن التكاليف بنحكي عنه painting دهان and lettering. طبعا هاي بس لوسائل النقل، أكيد ما رح نعمل painting للماشينز أوكي. painting and lettering هدول فقط هم التكاليف تاعون الإكوبمنت. خلينا نشوف مثال عليها، على الإكوبمنت. مثالين، مثال على ماشين ومثال على شاحنة من الكتاب، يعني رح أفرجيكم إياه. عنا هذا أول مثال. assume that X company purchases factory machinery. هاي الشركة اشترت ماشين للمصنع at a cash price of 500,000. الكوست تبعها 500,000. related expenditures are for sales taxes. مصاريف ذات علاقة، ضريبة مبيعات 30,000. insurance during shipping خلال النقل، تأمين 5,000. installation and testing 10,000. قديش الكوست تبعها؟ بدنا نجمعهم كلهم، الكاش برايس بلس السيلز تاكس بلس الانشورنس ديورينج شيبينج بلس الانستوليشن اند تيستينج، بيطلع الكوست تبعها 545,000. هذا اللي بسجله بالقيد، بكون عندي القيد بهذا الشكل: ديبت اكويبمنت كريدت كاش 545. طيب المثال اللي بعده، احنا اشترينا شاحنه. assume that one company purchases a delivery truck. اشترينا شاحنة نقل. cash price 420,000. التكلفة الحقها 420,000. related expenditures consists of sales taxes ضريبة مبيعات 13,200. painting and lettering دهان وكتابة اللوجو 5,000. motor vehicle license. ايش الموتور vehicle license؟ اللي هي الترخيص. الفيهيكل وسيلة النقل، موتور فيهيكل لايسنس ترخيص الشاحنة. كيف احنا منرخص كل سنة السيارات، هنا ترخيص الشاحنة قديش؟ 800. and a 3-year accident insurance policy، تأمين ضد الحوادث اللي برضو احنا منأمن سياراتنا عليه، مدته 3 سنوات، 16,000. بدنا الكوست تبع الدليفري تراك. لازم نعرف شغلة، إنه الموتور فيهيكل لايسنس اللي هي 800 وال 3-year accident insurance policy لا تعتبر من ضمن الكوست. ليش؟ هلأ الكوست الإشي اللي رح أدفعه مرة واحدة، يعني أنا لما أدفع للأرض مبلغ واحد خلص ما رح أرجع أدفعه. لما أدفع لما أشتري الشاحنة ما رح أرجع أدفع مرة تانية حقها. أما الإشي اللي رح أضل أدفعه كل سنة اللي رح يتكرر، هذا يعتبر مصروف. هلأ الترخيص والتأمين ضد الحوادث هدول expenses مش cost. الـ expenses تتكرر، الـ cost مندفعه عادة مرة واحدة أوكي؟ فإيش بطلع عنا الـ cost؟ الـ cash price 420، الـ sales taxes 13,200، painting and lettering 5,000، بس الـ cost تبعها 438,200. ننتبه ما جبنا سيرة الـ license
ولا الاكسيدنت انشورنس. هلا كيف بنسجل القيد؟ هلا اوكي انا ما جبت سيرتهم بالكوست هون، يعني هم مش من ضمن الاكويبمنت، بس انا فعليا دفعتهم، يعني لما اشتريتها وجهزتها رحت رخصتها وامنتها، فالقيد بيكون بهذا الشكل. دبت اكويبمنت، لاني اشتريت اكويبمنت 438200 اللي هو حسبناه هون، هاد هيو. برضو بالدبت لايسنس اكسبنس، مصروف الترخيص 800، حطيناه مصروف عادي بروح على قائمه الدخل. برضو prepaid insurance، تأمين مدفوع مقدم. هلأ إحنا التأمين دائماً prepaid، وخاصة هذا عم بيقول لي 3 years يعني 3 سنين لقدام، فprepaid insurance 16,000 اللي أنا دفعته. credit cash، الكاش كامل اللي دفعناه مجموع كل هدول 455,000. فإحنا حطيناهم بالقيد هدول التنتين، واحدة مصروف واحدة prepaid، بس ما حطيناهم من ضمن الإكويبمنت. الإكويبمنت بس هدول اللي هون اللي هو 438,000. تمام. الفيديو اللي بعده رح يكون على الديبريشيشن. يلا يعطيكم العافية.